السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. انتهت قصة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة وعنصرين من القوات المساعدة بعد قصة الاعتداء التي تعرض لها الوكيل مساء يوم الجمعة بحومة الشوك بطنجة بالصلحة. وكشف مصدر مطلع للموقع أن القيادة الجهوية للقوات المساعدة اتخذت إجراءات إدارية في حق العنصرين داخل السكن الموجودة برأس ماروك بطنجة، ما جعل نائب وكيل الملك يتراجع عن المتابعة ويقبل الصلح. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أمس الجمعة حسب ما فسره نائب وكيل الملك المعني بالأمر في تسجيل صوتي داخل مجموعة واتساب، والذي أكد من خلاله أنه كان بصدد مغادرة منزلها في حومة الشوك في مدينة طنجة من أجل التبضع قبل أن يفاجئ بكلمة الحيوان من طرف أحد عناصر القوات المساعدة. نشكركم على حسن المتابعة.